استاذ سفير، بعض الاسئله السريعه جدا فيما يخص المنتخب. محمد صلاح، هل هناك حراسه خاصه لمحمد صلاح زي بقيه نجوم البطوله اللي موجودين زي ساديو ماني؟ زي احنا عارفين ان الناس دي عندها، هل محمد نفس الكلام؟ انا عايز اقول لحضرتك حاجه، هو قد يكون في نوع من يعني المراقبه الدقيقه من ناس بلباس مدني، وبالتالي ما نقدرش ان احنا نعرفها. لكن اللي اقدر اقول لحضرتك عليه ان الكابتن محمد صلاح موجود مع اللاعبين وملتزم معاهم، والحقيقه انا ما بحسش فيه ان هو بيحاول يميز نفسه باي شيء اخر. انا طلبت حراسه خاصه، بس كان هدفي منها حمايته من اي جمهور متطفل او اي حد يحاول يجري علشان اذا كان يتصور معاه او يحاول ياخد منه تيشيرت او حذاء. ده طبيعي طبعا. لكن الحمد لله الجمهور دايما، او بمعنى صح الامن دايما حاجز الجمهور بره. تدريب النهارده كانت الناس بره، والحقيقه النهارده ما نقدرش نعتبرها مقياس، لان زي ما حضرتك اشرت في نفس التوقيت اللي احنا كنا بنتدرب فيه كان مباراه الكاميرون مع بوركينا فاسو، واللي انتهت بفوز الكاميرون بضربتين جزاء بنتيجه 2-1. نعم. لكن كان كل الجمهور تركيزه مع مباراه الكاميرون اكثر من المباراه بتاعتنا. لكن من الإحساس العام ومن تمركز قوات الأمن في المباراة وحوالين الملاعب من بره ملعب التدريب وكده، نقدر نؤكد إن شاء الله مش هيحصل أي تجاوزات من تلك التي رأيناها قبل ذلك مع أنجولا. نعم. وإن شاء الله الأمور هتسير بشكل محترم ومظبوط. وبالتالي شفنا حفل الافتتاح في نوع من السيطرة تماما عليه، رغم بساطته ورغم تواضعه طبعا مقارنة بما قمنا به، ولكنه حفل برضه كويس ومحترم ويليق بالكاميرون. لكن كان واضح فيه ان هو فيه سيطرة تامة على مجريات الامور فيه، وان شاء الله تستمر على هذا الشكل طوال فترة البطولة باذن الله.